نقوم بتصنيع المكيفات حسب طلب الزبون، حسب المقاسات الموجودة عنده بداخل البيت، فهي حواض طبعا تتسع على مياه قدر 140 لتر مي، وفي قياس الثاني يسع تقريبا على 60-70 لتر ماء. أنا زياد النايف من دير الزور من مو حسن، تهجرنا من مو حسن إلى تركيا، سكننا المخيمات ومن ثم سكننا المدينة، مدينة أورفا. هي عبارة طبعا عن خشب قمنا بتقطيعه عدة مقاسات وتجميعها، ثم المرحلة الثانية قمنا بلف الشبك على ثلاث جهات، والجهة الأمامية تعتبر للمروحة، ومن ثم قمنا بتثبيت التيربو عليها، التيربو قمنا بتثبيت التيربو، ثم قمنا بتثبيت القش على الشبك تثبيت جيد، ومن ثم قمنا بتصنيع المجراية. مجراية الماء هي عبارة عن توزيع الماء على القش لتعطي البرودة الكافية لهذا المكيف، ومن ثم قمنا بتجليده بالنايلون وصناعة الحوض المائي لتخزين الماء. هذا المكيف يناسب جميع الشرائح، والحمد لله رب العالمين أثبتت الجودة، كون المكيفات الغاز تقارب السعر ما بين 2500 فإحنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نتجاوز هذه المرحلة، ونحاول نوفر المادة للأخوة المواطنين كسوري وكتركي وكجميع الشرائح.